الربيع العربي، الحلم والتضحيات. تحت هذا العنوان كتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مقالها المنشور في المصدر أونلاين، وقالت في جزء من المحاضرة التي ألقتها في جامعة أوكسفورد البريطانية: خرجت الشعوب في بلدان الربيع العربي من المقصيين والمستبعدين عن السياسة والحياة إلى الساحات العامة قبل 6 سنوات، ليضعوا بإرادتهم وسلميتهم حداً لاستبداد متطاول تحول إلى رؤساء مؤبدين وجمهوريات وراثية عائلية وطائفية. لقد دارت عجلة التغيير في بلداننا ولن تقف قبل أن تطوي عالماً كاملاً من الطغيان والقمع والأجهزة والسجون والقهر والاضطهاد والاستعلاء والتمايز والفساد. يكشف هذا المخاض الدامي حجم التراكم تحت سطح الاستقرار الخادع الذي قدم دائماً في الماضي مبرراً لمقايضة الحرية والديمقراطية من قبل النظام العالمي والدول الكبرى المسيطرة على العالم. إن الربيع العربي قد بدأ عملية تاريخية لا تنقضي بين يوم وليلة بمجرد إزاحة رأس الطغيان والفساد. إنها عملية طويلة من إعادة تشكيل الوعي بالحرية والكرامة والمساواة وبناء السياسة والدولة والاجتماع العام على هذا الوعي الجديد. ومواجهة الثورات المضادة ليست سوى جولة في مسار الثورة الشعبية التي انطلقت بعفوية وتلقائية كأنها واحدة من حركات الوجود الطبيعية التي لا تستأذن أحد ولا تنتظر تخطيطاً مسبقاً ولا ترجع للوراء خوفاً من الصعوبات والعوائق والأثمان الباهظة. إنها معركتنا الكبرى من أجل الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية والمساواة، تجتمع كلها في كلمة واحدة: الربيع العربي. وهي بهذا لا خريف لها، بل ربيع دائم في نفوس الشباب التي توقدت بها قبل 6 سنوات مع أول شعلة توهجت في تونس الحبيبة. المجد للثائرين من أجل كرامتهم وحريتهم وآدميتهم أحياء وشهداء وجرحى. هذا هو قانون الحياة التي نريد، وهدف وحلم الكفاح الإنساني العظيم منذ الزمن الأول وحتى الزمن الأخير.